السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ اليوم عندنا طورة العرب الحلقة الرابعة من قبل الأخيرة. الحلقة الماضية يا شباب خيرناكم بين خيرين، يا راموس يا مودريتش أو دياغو ألفيس وجورجي ألبا، وقلتوا ذول الاثنين. هذا الكومنت الرهيب صار علينا ألف لايك وشكرا لكم يا شباب واحد واحد. والحلقة هذا يا شباب نبغى نتحدى كذا، نكسر الرقم ما قد صار في القناة، 8000 لايك 9000 لايك حيكون شيء مرة ممتاز. المهم حط الرجال ذول هنا، راموس حطيناه وكهنا لوكا مودريتش. الآن تقريبا باقي لنا أربعة مع الحارس والظهير والمدافع RW. اوكي يا شباب يلا لو المباراة اسكو باذن الله الحلقة هذه تشوفها متعة. الخصم التالي يا جماعة الخير تشكيلته ممتازة، يلا اسكو. حلو نو الا لا 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 قوة ضاربة. سلام اوكي سلام. لا 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 ركبها دي، تركبها. كيف ضعت دي انيستا؟ حلو جول لوكس، يا سلام هدف مجاني نهاية الشوط. السلام عندنا 40000 الان، ليتس جو. اوكي طيب روح يا لوكس. لوكس سلام. لا هو متسلل اصلا. وين داري يا سلام. سلام وين. تكفى. حرام عليك يا شيخ. صدها. اصبر. اوكي. احسب انه سطحها يا ولد، قلت وش ذا. يا سلام. ايه يا كنت ابغى لوكاس بيريز لتريشات مودريتش وخلاص، ابغى فلوس زياده. قام يضيع وقت يا عيال، شوف وانا فايز ثلاثه يعني ما ادري شلون. ايوه امشي يا شيخ، لا يعطيني احمر بس دحين. هيا روك الحمد لله اصفر. اوكي شباب نهايه الشوط الاول، نهايه الشوط الثاني ونهايه المباراه، وعندنا 60 تقريبا من المباراه هذه، 60 كويسه. يلا المباراه اللي بعدها ليتس جو. قلت الخصم يا شباب هذه هي، ليتس جو. وين؟ لا 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 سحب وطاح ولا حسبنا بلنتي الحكم ولا شيء. ممتاز دي ماركوس. اوكي تكفي الذيب، يا سلام الهدف الاول، يا سلام. وين؟ عندنا 10000 يلا ليتس جو. يا سلام حلوين. يا لوكس بيريز يا وحش، سلام يا لوكس بيريز، الله عليك يا وحش. ايه صح عليك. لا 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 ليش ما ادري كيف يا عيال، ما ادري كيف يا اخي. لا 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 كفو يا الله. سلام روح تكفى. يا شيخ عندي حالة يا شباب تجيني كل فترة، ما اقدر افوز، ما اوصل للباب كثير ما اسجل. يعني انا مر بها الان، قعدت العب مباريات كثيرة قبل ما ابدا تسجيل وماني قادر يعني اسجل، ماني قادر اسجل، ما اقدر اسجل، واللي ما يسجل يلقم طبيعي. والله يا شباب كذا الاحصائيات دائما في كل مباراة، يعني دائما اكون ماسك اللعب بس ما المهم. شوط ثاني افضل، ليتس جو. فاول وكرت اصفر او كرت احمر او اللي هو ولا شيء. جزاك الله خير حق. يلا لوكس بيريز في العارضة. القيصر راموس ما يمشي منك. راموس السبك ذا. لا 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 مستحيل اللي يصير معاه، قاعد يصير معاه شيء مو ما هو معقول يا اخي، والله ماني قادر اقطع كور. شوف قاعد شوف خلاص انا قطعتها. انا استغفر الله بس والله اني ما ودي اعصبه يعني، ودي اكون هادي بقدر المستطاع. يا سلام يلا كونو دلع، يا كونو دلع الحارس. الله يستر مرتده يا كبير، يا ريكو كبير، يا ريكو كبير. يلا روح تكفى يا عيال يلا. وين؟ تعال يا مودريتش تعال. سلام. يا مودريتش يا
يا الحظ. مودريتش. يا مودريتش الباب فاضي يا مودريتش. حارس طالع. سلام تعال 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 قريب يا مودريتش. سلام يا مودريتش. لين الله هو الجحفلة. الله مودريتش هنا يا شيخ. يس يس نفس الرجال، الرجال نفس وانتهت المباراة. يسجح فناه في الدقائق الأخيرة. عندنا مشكلة، احنا عندنا مشكلة في الدفاع يا شباب، لازم نعالج. عندنا الظهير سبك، ظهير والقلب، والله قلب مؤدي صراحة، لكن الظهير منتي وبرض الحارس منتي جدا. عندنا 50 من المباراة هذه يا شباب، داز لو تحسبونه بتطلع صح. الخيار الأول يا شباب عندنا جودين، جورجي ألبا، أو دياغو ألفيس، كارلوس فيلا. اوكي يا شباب هذه هي، يا ذول الاثنين يا ذول الاثنين. اوكي يا شباب أتمنى أنكم استمتعتوا بالمقطع، وصلونا 7000 لايك أكلكم من الشاكرين. تابعونا حساباتي تحت، اشترك في القناة إذا ما كنت مشترك في القناة. السلام عليكم. We'll be right back.